بدأت أحداثنا وتخطيطنا الخاصة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت. هيكون معانا دلوقتي مباشرة لايف خاص مع زميلنا العزيز أحمد المسيري من داخل ملعب المباراة الخاصة بالمباراة الودية من كوريا الجنوبية ما بين كوريا الجنوبية ومنتخبنا المصري. بنصبح عليك أو بنمسي عليك بقى زي كلامنا كالعادة يا أحمد عشان فرق التوقيت ما بيننا وما بين كوريا الجنوبية. مساءك زي الفل، وطمنا إيه آخر الأخبار عندك والاستعدادات عاملة إزاي؟ مساء الفل يا فرح، برحب بيكي وبرحب بالزميل العزيز محمد غانم وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من هنا من استاد سيول الدولي، والذي يستعد لاستقبال واحتضان مباراه منتخب مصر مع المنتخب الكوري الجنوبي في اخر تجارب المنتخب الكوري الجنوبي خلال فتره التوقف الحاليه. المنتخب الكوري الجنوبي استعد لهذا اللقاء بعدما خاض خلال الأيام القليلة الماضية ثلاث مباريات ودية مع منتخبات كبيرة، وهو المنتخب البرازيلي ثم مع المنتخب التشيلي ثم مع منتخب باراغواي. خلينا نطمن على منتخبنا الوطني اللي أدى تدريبه أمس وتحديدا في 8 على هذا الملعب، هو نفس الموعد الذي ستنطلق به مباراة اليوم 8 بتوقيت كوريا الجنوبية، 1 ظهرا بتوقيت القاهرة. يمكن المران والذي استمر لمدة 60 دقيقة ركز فيه الكابتن إيهاب جلال على بعض الجمل الفنية والتكتيكية وتقسيمة في منتصف الملعب بين اللاعبين، وانتهى المران بالتسديد على المرمى من كل الجهات، وتألق في هذا المران الحقيقة العديد من اللاعبين، زيزو، الشناوي، أبو جبل، يعني الحقيقة عدد كبير، أحمد رفعت، الونش، ياسر إبراهيم، الحقيقة الجميع ظهر بمستوى طيب يبشر أن منتخبنا إن شاء الله سيظهر بصورة جيدة وسيشرف الكرة المصرية ويقدم عرض يليق بالكرة المصرية. خليني أقول لك يا مسيري، يعني بمناسبة بقى ذكر البرازيل وإن يعني كوريا الجنوبية خاضت مباراة مع البرازيل، أنت طبعًا من 20 سنة أنت متواجد على ملعب من الملاعب اللي كانت بتحتضن كأس العالم في كوريا واليابان في نسختها الشهيرة 2002 واللي توجد بيها البرازيل في هذه النسخة. عايزك تقولي كده أجواء الملعب، وأعتقد ملعب مغاير تمامًا عن ما شفناه في ملاوي والأجواء والمطر وأرضية الملعب. أعتقد إن الملعب المفروض يفتح لبس اللعيبة النهاردة إنها تبقى عارفة إن كل جماهير مصر مراقباها وعارفه الامور اللي بتدور في المنتخب، فالامور عندك اعتقد اجواء مونديالية ان احنا نشوف مباراه جيده وان كانت هذه المباراه مباراه وديه. بالفعل هي مباراة ودية ولكن واخدة الطابع الرسمي، الأجواء هنا في ملعب سيول والذي تم افتتاحه في عام 2001 واحتضن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2002 واللي جمعت ما بين السنغال والمنتخب الفرنسي، وحقق فيها المنتخب السنغالي مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على المنتخب الفرنسي بهدف نظيف. الجماهير هنا بدأت تتوافد على ملعب اللقاء اللي يعني مش عايز أقولك يا غانم، يمكن بعد أقل من ساعة من الآن الملعب هيكون على آخره، تم بيع حتى هذه اللحظة 68 ألف تذكرة، جميع التذاكر نفذت بالكامل. الجميل منذ دخولنا لملعب سيول الدولي ووجدنا عدد كبير من الجماهير الكورية ترتدي تيشيرتات نادي ليفربول وعليها اسم نجمنا المصري محمد صلاح. الكل كان يمني النفس أن يرى محمد صلاح في هذه المباراة الودية الكبيرة الذي ينتظرها الجميع. مش عايز أقول لك اهتمام إعلامي غير مسبوق بهذه المباراة، وكالات أنباء كثيرة هنا حضرت لتغطية هذا اللقاء الودي والذي سيجمع ما بين المنتخب المصري والمنتخب الكوري. أيضا يمكن على مدار اليوم توجه عدد كبير من السفراء العرب وأيضا الجاليات العربية إلى مقر السفارة المصرية للحصول على الأعلام المصرية وبعض الدعوات للحضور إلى الاستاد وتشجيع ومؤازرة منتخبنا الوطني في هذه المباراة. المباراة اللي زي ما قلت هي مباراة ودية ولكن بتأخذ الطابع الرسمي نظرا لأهميتها بالنسبة للجانب الكوري اللي بيستعد لمونديال 2022. تحياتنا ليك زميلنا العزيز أحمد المسيري، شكرا جزيلا يعني على كافة التفاصيل والأمور الخاصة بالمباراة اللي هتنطلق إن شاء الله يعني بعد بنتكلم ساعة وخلاص، يعني بنتكلم إحنا في خلال وقت قليل جدا ساعة ونص من دلوقتي هتكون المباراة انطلقت إن شاء الله. وطبعا تحياتنا ليك وشكرا جزيلا على كل الأخبار اللي قلتها لنا. بنقول لحضراتكم بنأكد عليكم إن شاء الله المباراة هتكون مذاعة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس بإذن الله.